الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة المستمرة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق على بركة الله وتوفيقه في هذا اليوم الجميل مهرجان جائزة زايد الكبرى، هذا المهرجان الكبير الذي اجتمع به أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الكبير الغالي الذي يشهد هذا الحضور الغالي وهذا الحضور المشرف من قبل سيدي سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الخليجية الأصيلة التي تنطلق من أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين التي دائما وأبدا ما تقف مرحبة بجميع وبكل المتابعين عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام لهذا العرس الرياضي، قناة أبو ظبي الرياضية الأولى وقناة دبي ريسينج وقناة الواحة التي تنقل هذا الحدث التراثي ورياضة الآباء والأجداد، الخنجر المنتظر الذي عين كجائزة رمزية لهذا الشوط، أيضا يرحب بكل هذه الأسماء التي أعلنت عن الانطلاق الأول من مسافة 5 كيلومترات لسن اللقاية، هذا الحدث الهام وبداية هذا الشوط، أول الباحثات عن الخنجر فتنة مشاهدين الكرام بدأت تنطلق، الله يا فتنة والله الخنجر فتنة في هذا اليوم، فتنة مع المركز الأول راشد بن علي بن رشيد الكتبي مع المركز الأول يقدم لنا فتنة في هذا مع المركز الأول، المركز الثاني أوصلت هملولة أوصلت هملولة وراشد بن حمد بن زفنة الإحفاري، وصل الدكتور الله سفير الأصالة يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا هملولة مع المركز الثاني، المركز الثالث قادمة مشاهدين الكرام، هنالك أيضا شعار راشد بن علي بن رشيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات ليقدم جبارة مع المركز الثالث وفتنة مع المركز الأول، الملكية لراشد بن علي بن رشيد الكتبي، المركز الرابع في هذه اللحظات اللي وصلت واحتلت المركز الرابع لتنطلق بهذا الشعار الكبير لتتقدم بشعار محمد بن سعيد بن منانة الكتبي تبي يقدم لنا بعثرة، الله يا بعثرة يبعثر الأوراق ويلملمها بالمنانة مع المركز الرابع إلى المركز الثالث، المركز الخامس اللي وصلت الغربية ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع المركز الخامس، هذه النتيجة والنداء للفايف ستار للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المتقدمة والمسافة هي 5 كيلو، لكن الخنجر لا انتظار، يمني النفس بأن واحد من بين هذه الأسماء يا الأميري ينتزع ذلك الخنجر ذلك الرمز الغالي في المهرجان الغالي في الحضور المشرف، الله يا فتنة يا فاتنة بالجمال والدلال، فتنة مع المركز الأول تنطلق بهذا الجمال مع مقدمة الشوط، الله يا فتنة من يقدم فتنة، راشد بن رشيد الكتبي مع المركز الاول، والله الخنجر الخنجر بل
الانتظار يا فتنة، ولكن المركز الثاني بعثرة مع المركز الثاني يبعثر الترشيحات، وتتقدم بعثرة في هذه اللحظات. وهذا الشعار الذي تواجد بشكل ملحوظ كالعادة في هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى، قدم لنا نايف وقدم رمسيس، لكن اليوم نايف هو اللي بيعلن عن الفايز. لكن اللي وصلت يا بن منانة، وصلت صناعة، صناعة هي القادمة، صناعة هي الواصلة. وعبد الله بن غصاب راح طيره العامري، الله، قائد المصانع الجنوبية يتقدم في هذه اللحظات. أول نداء لصناعة، صناعة تنطلق مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الناموس. الخنجر ينتظر، وصناعة وفتنة. 1200 اللي يبي الخنجر يضرب من هذه اللحظة، يروح للخنجر، يروح من هذه اللحظة. الله الله يا راعي الطيرة، والله طار طار راعي الطيرة، طار طار في آخر الأمتار. وصناعة مع المركز الأول، ايضا المركز الثاني في هذه اللحظات. ما زالت فتنة على مستوى المركز الثاني، تنطلق بشعار راشد بن علي بن رشيد الكتبي، والقادمة جبارة. ايضا راشد بن علي بن رشيد الكتبي، وهنالك ايضا فيافي هي القادمة، حمد بن محمد بن جويل مع المركز الرابع، بعثرة مع المركز الخامس، محمد بن سعيد بن منانة. ولكن اعود الى مقدمة الشوط، الى صناعة، صانعة الامجاد، صانعة النواة، ما زالت مع المركز الأول. ولكن فتنة، فتنة مع المركز الثاني، بن جهويل مع المركز الثالث، يقدم فيافي، يقدم فيافي. الله يا الخنجر، الله الله يا الشوط الرئيسي. وراع الطيرة ما زال متمسك بزمام الأمور مع صناعة، عبد الله بن غصاب، راع الطيرة العامري. ولكن فتنة، فتنة مع المركز الثاني، وراشد بن علي بن رشيد الكتبي. ولكن في يافي، يا بن جهويل، يا بن جهويل، يا مطول بالك، حتى هذه اللحظة بن جهويل يتقدم أيضا مع المركز الثالث. الصراع الأخير، الصراع الحميم، الخنجر ينتظر، الخنجر ينتظر. ولكن فتنة، فتنة وصناعة، صناعة وفتنة، اللحظات الأخيرة. الخنجر لمن؟ الخنجر المنتظر، ما بين راع الطيرة وما بين بن رشيد الكتبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. ولكن صانعة الأمجاد، صانعة النواميس، وقائد المصانع الجنوبية عبد الله بن غصاب، راع الطيرة العامري، طار وخذ الخنجر. تهانينا على هذا الفوز، المركز الثاني فتنة، ملك راشد بن علي بن رشيد الكتبي المركز الثالث. اللي وصلت مع المركز الثالث فيافي، ملك حمد بن محمد بن جويل المركز الرابع. وصلت فيه الغربية ناصر بن محمد بن زايد المنصوري المركز الخامس. وصلت مع المركز الخامس بعثرة ملك محمد بن سعيد بن منانة. إذا متابعينا الكرام، صناعة التي أتت في اللحظات الأخيرة، بعثرت كل الأوراق وحصلت على الخنجر كجائزة وكرمز غالي. تهانينا لقائد المصانع الجنوبية عبد الله بن غصاب، راع الطيره العامري، عامر بإنجازاته في هذا المساء. هنا التوقيت الزمني 7:41 هو التوقيت الزمني لصناعة، صنعت هذا المجد في هذا اليوم الجميل. فتنا مع المركز الثاني 7:41 تهانينا لمالكي فتنة راشد بن علي بن رشيد الكتبي على هذا الفوز، المركز الثالث. وصلت في مشاهدينا الكرام فيافي، تهانينا لحمد بن محمد بن جهويل على فوز فيافي مع المركز الثالث، 7:41 من الثانية هو التوقيت الزمني لفيافي. إذا متابعينا الكرام، هذه هي النتيجة النهائية للخمس المراكز الأولى والتوقيت الزمنية للثلاث المراكز الأولى. الفائزة معنا في الشوط الرئيسي الأول في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغالي، جائزة زايد الكبرى.